فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا وجمعت المغرب مع العشاء جمع تأخير، وقد دخلت المسجد وهم يصلون العشاء، فكيف أصلي المغرب؟ إيش؟ إذا كنت مسافرا وأردت جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، فدخلت المسجد وهم يصلون العشاء، فكيف أصلي المغرب؟ تدخل معه بنية المغرب، فإذا قاموا إلى الرابعة تجلس وتأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شئت تسلم لنفسك، وإن شئت تنتظر الإمام تسلم معه. نعم.